مرحبا بكم. شهدت العاصمة البريطانية لندن عرضا مسرحيا كوميديا كان الأول من نوعه، إذ قدمه مجموعة من السوريين ينتقدون من خلاله تفاصيل اجتماعية وسياسية بقالب فكاهي. ستاند أب كوميدي في تقرير وفاء زيدان. بروح الدعابة السورية وخفة ظلهم، قام عدة كوميديين سوريين بتقديم عرض ستاند أب كوميدي سوري للمرة الأولى في العاصمة البريطانية لندن، ليجسدوا ما يعيشه الشعب السوري بلغة الفكاهة والمرح أمام حضور متنوع بين عربي وبريطاني، كما أكد مقدم الحفل محمد صفاف. الهدف من هذا العرض هو تسليط الضوء على المواضيع الصعبة في سوريا التي يصعب فهمها بسهولة كالموضوعات السياسية، لكن في حال قدمت هذه المواضيع عن طريق الفكاهة تصبح عملية نشر الوعي أسهل ويسهل على الناس فهم الواقع. حاكت فكاهاتهم زوايا عدة من معاناة الشعب السوري، فقد تطرقت إلى الحياة السياسية والإنسانية والاجتماعية، فبعضهم تحدث عن الصورة النمطية التي يواجهها اللاجئون في البلاد الأوروبية، وآخرون لفتوا إلى تمسك السوريين بعاداتهم وثقافاتهم مهما قضوا في الغرب. هذه الفعالية الرائعة أقامتها مؤسسة الرعاية الإنسانية السورية لجمع التبرعات للاجئين السوريين عن طريق فكاهة بنكهة الشرق الأوسط. يعكس عرض كهذا المواهب المتعددة التي انبثقت عن الشعب السوري بعد الثورة التي طالبت بالحرية ومساحة أكبر من التعبير، لتكون الكوميديا أحد أهم عواميدها. وقد أبدى الحضور تفاعلاً مع خفة ظل المشاركين، حيث تعرفوا على جوانب اجتماعية وسياسية غابت عنهم قبل اليوم. من الممتع التعرف على الأمر من منظور الغير، وأن تسمع لقصص الناس التي تغيب عنك عادة على التلفاز. كانت فعالية ممتعة. لكن لم يهدف العرض فقط لإضحاك الحضور، بل قامت مؤسسة الرعاية الإنسانية السورية التي أقامت العرض بجمع تبرعات للاجئين في المخيمات عن طريق فتح مزاد لبيع دمن بسيطة صنعها أطفال سوريا في المخيمات. منصات كثيرة صعد عليها السوريون في لندن ليعبروا عما يحصل في سوريا، لكن ما يميز منصة اليوم هو أنها تعكس خفة ظل السوريين وروح الدعابة لديهم. وفاء زيدان، أورينت نيوز، لندن. وللتعرف أكثر على هذه التجربة ستكون معنا المتطوعة في منظمة الرعاية الإنسانية والمشاركة في العرض هبة العجمي من لندن. مرحبا بك هبة، ولو تحدثينا بداية كيف بدأت الفكرة؟ الفكرة بدأت أنه كان في مجموعة عروض عم يقوم فيها مجموعة شباب عرب، وهي عروض كوميدية. الهدف من العروض أنه توصل رسالة عن طبيعة وتعرف الغرب بشكل عام عن العرب. فنحن حضرنا مرة كعرض من هاي العروض وفكرنا بفكرة إنه ليش ما نتعاقد معهم بحيث إنه يصير في كوميدي شو يكون مرتبط بسوريا ويقدم عروض يعرف الناس بالذات الغرب عن سوريا أكثر وعن الحالة السورية، بنفس الوقت ممكن نتطرق لمواضيع بمدن عربية أخرى. فصار الاتفاق، وفعلا أول عرض كان هو ب 13/5، كان اسمه Serious About Comedy، اللي هو بما معناه أنه هل يعني بدك تعرف أكثر عن سوريا بس بطريقة كوميدية. والحمد لله كان لاقى العرض نجاح، بحيث أنه هو إجا كتير من الناس اللي كان الغرب أو البريطانيين عليه، حتى من مدن ودول أخرى مثل إسبانيا وغيرها من المناطق الأوروبية، ولاقى إعجاب يعني
جميل. إذا كما فهمت منك أنت كمتطوعة وأنتم كمنظمة قمتم بالاتفاق معهم وبدأتم بأول عرض مشترك في الشهر الخامس. أنت ذكرتي وجود مواطنين بريطانيين أو أجانب بالمقابل. هذا العرض يحمل بعض المواقف الكوميدية يفترض أن تكون خاصة بالثقافة السورية بعيدة عن الثقافة البريطانية، كيف تصل أصلاً للأجانب هؤلاء؟ هلأ حلاوة الموضوع أنه هدول الشباب اللي عم يقدموا العرض هن أغلبهم عايشين صلهم زمن ببريطانيا، فهن بيعرفوا بالضبط عايشين البيئة الأجنبية بالضبط، فهن بيقدروا بطريقتهم وبنفس الوقت هن بيعرفوا البيئة العربية اللي هن أصلاً راجعين لها، فلذلك هو هذا التناغم بالشخصية اللي فيه الفكرة الغربية والفكرة العربية بيقدر يعني ينتجها بعرض كوميدي بحيث يوصل الرسالة إنه تنفهم من قبل الأجانب عن شو هو عم يحكي، لأنه هو بيربط الفكرة العربية بنظيرتها بالكلتشر أو التراث الأجنبية. يعني هبة، نحن نتحدث هنا تحديدا عن قضايا تمس اللاجئين السوريين الموجودين في بريطانيا أم عن قضايا تتعلق بالسوريين إجمالا وقضية سورية وما يحدث في سوريا؟ بشكل عام عم نحكي عن سوريا بشكل عام، بنحكي عن ثقافة، بنحكي عن حرب، عن الوضع بسوريا، الحرب الدائرة أو والدمار، وبنحكي بنفس الوقت عن الشخصية العربية بشكل عام وعلى شو بتهتم وشو وكيف الثقافة تبع العربية، فهو مزيج من هاي الأشياء. يعني أكثر النقاط الحساسة، يعني لنتحدث بتفاصيل قليلة من تفاصيل، ما هي القضايا المطروحة ضمن هذه العروض؟ القضايا المطروحة هلأ في مثلا أنه لما أنت كشخص سوري لما تعرف على نفسك أنك أنت من سوريا، أغلب الناس ما بتعرف سوريا كانت قبل ما صارت آخر الأحداث بسوريا من 6 سنين، فصاروا يسمعوا عن سوريا من هذيك الأحداث، فأول رياكشن ممكن يعطوك إياه أو أول رد فعل أنه أوه أنت من سوريا، حتى لو أنت كنت بوضع ما بيسمح، يعني أنت كنت بوضع هلأ باحتفال أو كذا، ببلش هو يبدي لك أسفه وتأسفه وكذا وبقلك شرح لي عن الوضع. فهذا الموقف دائما بيكون محرج، لانه انت احيانا بتكون ما بدك تتذكر او مثلا الوضع ما بيسمح انك تشرح له عن الوضع المأساوي اللي هو فيه، او بيسالك سؤال هل انت حزنان، فيعني ما بتعرف انت كيف تجاوبه، ما بتعرف انت كيف، فدائما هاي المواقف بيوقع فيها كثير من السوريين اللي عايشين هون، وهذا كان من اللي تطرقوا له بالعرض. من الأشياء الثانية اللي هي الأشياء الثقافية، اللي هي كيف الأم السورية بتلف السندويشة لابنها، شو أنواع الأشياء اللي بتحشيها بالسندويشة مختلفة عن الثقافة الغربية، كيف ردة فعل هذا الطفل السوري لما يعرف الأشخاص الثانيين عن محتوى أكله أو شربه، أو كيف هو مثلا بيتعامل مع أمه، فبشكل عام هي المواضيع. هناك قد تكون قاضية، يعني قضية الأكثر تعميما تجاه السوريين الموجودين في الخارج إجمالا وخاصة بعد كثير من الحملات الإعلامية، هي تعميم صورة نمطية متعلقة بأنه قد يكون متعلقا بالإرهاب له علاقة، وأن ما يحدث في سوريا هي جماعات متشددة إرهابية تقاتل حكومة. هل تطرقتم ضمن هذه العروض لحقيقة ما يدور في سوريا، حقيقة أن الثورة السورية قامت في وجه نظام مستبد، شيء من هذا القبيل؟ يعني هو ما مو بش مو بطريقة يعني تقيلة، الموضوع هو بيلفت الانتباه إنه نحن شعب، إنه نحن سوريين عايشين بطريقة عادية، نحن ناس عم تدرس، ناس فنانة، في مغنيين، في يعني كتير أصناف من الشعب السوري عايشين بطريقة مثل ما عايشين الغرب، فبهاي الطريقة نحن عم نقول إنه نحن هذا الشيء اللي عم توسمونا فيه مو صحيح، مو كل السوريين مثل بعض، والإرهاب هو ما له دخل بالحرب السورية، الإرهاب ما له دين ولا له جنسية ولا له عرق، هذا الشيء بيطرقوا له لكن بطريقة خفيفة، يعني أكيد طريقة خفيفة تقولين، يعني بمعنى آخر خفيفة، يعني هناك ساخرة. هبة، هناك انطباع عام
بأن بريطانيا بالدرجة الأولى وبعض العواصم الأوروبية حاول النظام بشكل أو بآخر أن يروج نفسه ويروج روايته. هل هناك حذر لديكم من مواجهة هذا التصور أم أنكم يعني الصورة واضحة؟ لا طبعا الصورة مو واضحة. دائما بأي عرض أو بأي مكان نحن بنحاول أن بنوصل رسالة أنه الدمار اللي صار بسوريا والعدد القتلى والشهداء اللي بسوريا من طرف النظام ومن طرف القصف الطيران الروسي أكثر بكثير من الضحايا اللي اجت من داعش، بغض النظر على انه نحن من حق يعني نحن ضد داعش وضد النظام السوري، لكن لازم يعرفوا انه الخطر الحقيقي للسوريين هو النظام السوري، هو النظام المستبد. طبعا في كثير من المواضيع الساخره بتطرقوا لها انه كيف كان النظام السوري محاصر السوريين فكريا، فكيف انه نحن كنا نخاف نحكي الحيطان الى اذان، ما نقدر نعبر عن رأينا بهي الطريقة. نحن عم نحاول نوصل إنه كيف كان الشعب السوري عايش بظلم وقهر، وليش هو قام بهي الثورة، وليش هو طالب بالحرية. لابد من التذكير إذن بهذه الإشارة الأخيرة التي أوردتيها، بأنه بالنسبة حتى مواطن غربي يعني قد لا يكون مستوعبا بأنه في القرن 21 يكفي فقط أن يكون الإنسان محروما من حرية التعبير حتى يقوم بثورة أو يحاول أن يتمرد على الواقع الموجود. لابد من الإشارة هبة قبل أن نختم هذا اللقاء بأن منظمتكم أيضا تذهب باتجاه جعل هذه العروض ريعها لأعمال إغاثية في الداخل السوري. أشكرك جزيل الشكر هبة، كنت معنا المتطوعة في منظمة أعمال إنسانية من بريطانيا، شكرا جزيلا لك. يا هلا أهلا وسهلا. أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 200 طفل لقوا مصرعهم خلال عبورهم البحر المتوسط إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي. وبحسب بيانات أعلنتها اليونيسف يبلغ معدل الأطفال الغرق أكثر من طفل واحد في اليوم. هذا وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغريك أن أعداد متزايدة من اللاجئين تسلك طريق البحر المتوسط بما في ذلك الأطفال، حيث ارتفعت نسبة اللاجئين الواصلين إلى إيطاليا بمقدار 44% خلال العام الجاري مقارنة بالمدة ذاتها من العام السابق. وتشمل أعداد اللاجئين نحو 5500 طفل غير مصحوبين بذويهم. تعرض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا لاتهامات نشرتها صحف ألمانية، وذلك بسبب تقصيره في استخدام برامج كانت بحوزته لكشف هوية طالبي اللجوء. هذا وأفاد مصدر في وزارة الداخلية أن المكتب لم يستخدم تلك البرامج حفاظاً على خصوصية البيانات الشخصية لطالبي اللجوء، في حين أكد مسؤولون في مكتب الهجرة أنهم يجربون حالياً برامج لكشف هوية اللاجئين وستستخدم رسمياً في بداية العام المقبل. وتشير البيانات الرسمية الحكومية إلى أن نسبة 60% من طالبي اللجوء لا يملكون إثباتات شخصية وجوازات سفر، ما يؤدي إلى عرقلة ترحيلهم. كشفت تقارير إعلامية في السويد عن تحقيق سفارات السويد في كل من عمان والخرطوم وأنقرة في شبهات التلاعب بمواعيد لم شمل عائلات اللاجئين. وأظهر تحقيق للتلفزيون السويدي والإذاعة الرسمية حالات لأشخاص عرض عليهم دفع مبالغ مالية مقابل تقديم مواعيد مقابلتهم. وصرح إيريك أولنهاك السفير السويدي في عمان بأنه لا يوجد تأكيدات بالاشتباه في أشخاص داخل السفارة، مرجحاً أن يكون المتلاعبون أشخاصاً من خارجها. ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية اتهمت مؤخراً السويد بتقليص أعداد اللاجئين السوريين عبر تأخير إجراءات لم شمل عائلاتهم. حازت المخرجة السورية رنا كزكز وزوجها المخرج أنس خلف على جائزة أفضل مشروع لفيلم روائي طويل عن فيلمها المترجم، وذلك ضمن ورشة عمل أقامتها المؤسسة السينمائية التابعة لمهرجان كان السينمائي. وكان مشروع فيلم المترجم قد اختير من بين آلاف الأفلام، حيث تقوم المؤسسة السينمائية باختيار 15 مشروعاً سنوياً للمنافسة في المسابقة ضمن فعالية مهرجان كان.
هذا ويعالج الفيلم قضايا اللاجئين السوريين ويسلط الضوء على معاناتهم داخل سوريا وفي بلدان اللجوء. كرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشاب السوري عمر عبد الكريم الزعبي لنيله المرتبة الأولى في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في قصر المؤتمرات بالعاصمة أنقرة، وذلك بعد انتهاء المسابقة الدولية الخامسة لحفظ القرآن وحسن تلاوته التي افتتحت في جامع السلطان محمد الفاتح وسط مدينة اسطنبول، حيث شارك فيها 120 قارئاً وحافظاً من 62 دولة حول العالم. ويشار إلى أن الشاب عمر الزعبي طبيب سوري حافظ للقرآن منذ طفولته، وسبق أن نال المرتبة الثانية على العالم في مسابقة القرآن الكريم. أثار صيام تلاميذ المدارس الجدل في ألمانيا بسبب صعوبات التوفيق بين ساعات الصيام الطويلة وأداء الواجبات المدرسية وحصص الرياضة والرحلات، حيث شددت مؤسسات إسلامية على أهمية تعود الصغار تدريجياً على الصيام، في حين أبدت إدارات المدارس خشيتها من تأثيره على صحة التلاميذ وتحصيلهم الدراسي. وأكدت رابطة المعلمين صعوبة تغيير الجداول الدراسية في رمضان نظراً لتكثيف المخططات الدراسية ومواعيد الاختبارات الثابتة، بينما دعت مراكز إسلامية في ألمانيا إلى التوصل لحلول مرنة من الجانبين.